أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاشتراك في المجلات الثقافية الدينية لمدة عامين قادمين مع عدم وجودها؟ وما حكم المقاولات وعقودها مع عدم توفر المواد المتفق عليها كالحديد وغيره؟ هذا دين السلم، هذا مثل السلم، إنك تشتري شيئا موصوفا في الذمة ينضبط بالوصف تدفع قيمته حالا في مجلس العقد. يجوز تعجيل الثمن وتأجيل المثمن إذا كان المثمن ينضبط بالصفة ولا يختلف، هذا دين السلم. وسواء كان يؤخذ دفعة واحدة أو يؤخذ على دفعات، هذا بيع السلام وهو جائز. نعم.